فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 لقاء وخسر 11. ادي هجمه خطيره جدا، ممكن تكون فرصه، مش ممكن، جول. الهدف الاول لنادي انبي عكس سير اللقاء تماما. اللعبه اللي فاتت عكس سير اللقاء، في ضغط كان موجود من فريق مصر المقصه واضاعه للفرص بشكل يعني غريب جدا، لغايه ما بينجح محمد جمال الشامي في انه يسجل الهدف الاول لنادي انبي. ادي إعادة للعبة، خطأ يعني غريب جدا، والراجل خدها إيه وراح زي السهم على المرمى وعلى مرمى محمد كوكو وركنها بشكل أكتر من رائع محمد جمال الشامي عشان يسجل أول أهداف اللقاء لفريق إنبي عكس سير اللقاء. لكن اللي يضيع يقبل في مرمى على طول، دي قاعدة معروفة في كرة القدم. مقصة راح مرة اتنين تلاتة، التالتة ما كانتش تابتة بالنسبة له، لكن وصلت لإنبي اللي قدر يتأخر عليه شوية تاحة، وخطيرة جدا، مش ممكن. والهدف الثاني، جول. الهدف الثاني لنادي انبي، ومباراة عجيبة، مباراة غريبة جدا لفريق انبي بيقدمها النهاردة، يعني عكس سير اللقاء تماما. يعني بنتكلم في ان محمد احمد بيسجل الهدف الثاني بعد هجمة خطيرة ضيعها نانا بكوه، ومصر المقصة ضغط بشكل كبير قوي منذ بداية اللقاء. ادي هجمة مرتدة بدأت اتلعبت بشكل خطير جدا، وقفوا كلهم على ان هو متسلل، لكن لم يكن متسلل محمد احمد اللي نزل كبديل للاعب عبد الله جمعه، وكان عند حسن ظن مدربه بيه محمد احمد، وسجل الهدف الثاني بشكل اكتر من رائع عشان يقضي تماما على امال فريق مصر للمقصه في العوده للقاء مره ثانيه، ويقترب فريق انبي من الوصول الى النقطه 47. طبعا اكتر الناس اللي بتبقى فرحانه بفريق لما بيكون عندك بديل وتبقى مدير فني وتنزل بديل، اكيد المدير الفني هو بيبقى اكتر الناس فرحه بان اللاعب يعني صنع لك الفارق وحقق لك اللي